أيمن عيتانيا الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي والمدير التنفيذي لشركة Think Media يقول: اللي على منصة تيك توك اللي بتصير على غير منصات كمان شيرين، إنه كل شيء المضمون نحن بنشوفه هذا المضمون جاي خصيصا لأن نحن حسب نحن شو بنشاهد. ففي كتير ناس بتقلي أنا كيف عم يعرف أو كيف ما روح عم شوف هالشخص أو ليش طلع لي هالمضمون، لأنه نحن منتابع هالمضمون أو منلحق شخص معين على الإنترنت، يعني نحن منتابع منشوف شو أخباره مش عم بيطلعوا هيك. فالخوارزمية بتقول لك ما زالكم مهتمين بهذا الشخص أو هذا الموضوع، ما تتعذبوا أنا هأعطيكم هذا المضمون. فالخوارزميات عم تتأثر بنحن كيف شو منشاهد وشو منعمل. الخوارزميات وهون هي اللي بيميز تيك توك عن غير منصات، الخوارزميات تبع تيك توك من أقوى وأفضل وأحدث الخوارزميات الموجودة، منشان هيك هو من المنصات الرائدة صلوا على كذا سنة. حي الله شخص بيفوت بيحضر مضمون من دون ما يعمل لايك، من دون ما يعني يعمل أي تعليق على المضمون، بس يحضر المضمون، بس يحضر هالكم فيديو، الخوارزميات تبع تيك توك بتعطي مضمون بيشبهه. يعني إذا الشخص عم يحضر مضمون أكل بيفرجي مضمون أكل، مضمون سياسي بيفرجي مضمون سياسي، مضمون عن السفر بيفرجي مضمون عن السفر. فكل ما الواحد عم بيشاهد مضمون، كل ما عم يقدر الخوارزمية بطريقة كتير سريعة إنه يعطي مضمون يلي بيهمه لهذا الشخص، ولحتى يضل هالشخص موجود على وقت أطول ضمن المنصة. من هيك خوارزمية تيك توك تعتبر أفضل وأحدث من غير خوارزمية. وصفت الغزو الروسي على أوكرانيا بأنه حرب تيك توك الأولى. هلأ الشخص أول ما ينضم لمنصة تيك توك، منصة تيك توك عم تجرب تفهم هالشخص شو بيحب أي مضمون، فبتعطيه تشكيلة واسعة من المضمون حسب يعني حسب الشخص بأي بلد موجود. مثلا يعطيه مضمون من هذا البلد، يعطيه مضمون شو غيره عم يحضر بهذا البلد، فبيعطيه شتى أنواع، يعني فوق 20-30 نوع من المضمون. فالشخص حسب كيف بيتفاعل مع المضمون، إذا بيتخطاه بسرعة ما بيرجع يعطيه مضمون تاني بيشبهه، إذا حضره كله على الآخر وعجبه المضمون عم بيرجع يعطيه مضمون تاني. يعني مثلا إذا أنا انضميت اليوم وعم بحضر مضمون خاصه بالأكل، يعني هني حيفرجوني أكل، حيفرجوني موضوع سياسي، حيفرجوني مواضيع تعليمية، حيعطوني شوية لغات غير، يعني حيعرفوا أنا بلد عربي حيعطوني عربي وإنجليزي. إذا أنا تخطيت مضمون الإنجليزي وعم بشاهد مضمون عربي حيعطيني مضمون عربي. إذا أنا عم بحضر مضمون خاص بالأكل حيعطيني الفيديو تاني خاص بالأكل. يعني كل ما أنا أتخطى وما أحضر، كل ما الخوارزمية ما عم تعطيني هالمضمون. هيك عم يقدر يتعلم كثير بسرعة الخوارزمية، تعلم كتير بسرعة حسب نحن كيف نتفاعل فيها. ولكن إذا أنا يعني مشتركة جديدة على المنصة لم أبحث عن محتوى معين، وهناك بعض المستخدمين الذين لم يقوموا بالاشتراك أصلا في تطبيق تيك توك ويستطيعون مشاهدة المحتوى، تظهر لهم فيديوهات مغلوطة؟ أبدا شيرين، اللي عم بيصير هو لما المضمون يظهر بهالوقت السريع، الشخص اللي عم بيشاهد المضمون بيكون صلوا 40 دقيقة عم بيراجع مضمون خاص. يعني إذا الشخص عم بيراجع مضمون عن الأكل، ما حيطلع له مضمون عن حرب، ما حيطلع له مضمون عن السفر. فيعني الشخص اللي عم بيحضر مضمون سياسي عن المشاكل اللي عم بتصير، حيطلع له فيديو ورا الثاني ورا الثالث عن هذا الموضوع. فإذا الشخص العادي عم ما إنه متابع وما بيهمه الموضوع، ما حيظهر له فجأة مضمون مثل هيدا. وحتى لو ظهر له فيديو واحد من هذا المضمون، إذا ما حضروا، يعني في الواحد دغري يتخطاه، إذا ما حضروا الخوارزمية ما حترجع تعطيه مضمون بيشبهه، لأنه واضح الشخص لما صار في مضمون قدامه يلي ما بيهمه وتخطاه، فمش حيرجع الخوارزمية تعطيه هذا المضمون. الشفافية أو أدوات التحليل للأكاديميين أو الباحثين الصحفيين، مما يعني أن عملية التحقق من المحتوى تستغرق وقتا طويلا للبحث يدويا. أيمن عيتاني يضيف: هلا الباحثين عم يستعملوا أدوات خارج المنصات، اللي عم يعملوه هن عم يلاقوا المضمون على المنصات، عم بيحملوها على أدوات على الإنترنت موجودة، يلي بتدرس المضمون، بتدرس إذا في تعديل للمضمون، بتدرس مثلا إذا في شمس وفي الفي بالصورة بيتأكدوا منها إذا الشمس والفي صحيحين. يعني في أدوات معينة اللي هي عم بتكون اختصاصية تحليلية خارج المنصة. فاللي عم يقدروا يعملوه الباحثين عم يعملوا تحليل من هالمنصات لخارج هالمنصة لحتى يدرسوها.
فبهذه الطريقة عم بيكون في دراسة أكبر للمضمون ليقدروا إنه يدرسوا ويشوفوا إذا هذا صحيح أو مخلوط.